نحن لسنا بصدد عرض مسار شخصي لسيدات من ممثلات أمة أو منتخبات أو، ولكن الموضوع الآن نناقش لأن ورش تنزيل القوانين التنظيمية للدستور هو الورش الذي نحن بصدده، وما دام المجتمع المدني وكما أشرت طبقا للفصل 12 13 14 15 اصبح يساهم في التشريع وفي تقديم العرائض وفي تقديم المقترحات، فبات من اللازم ان نفتح الحوار والنقاش حتى تصدر قوانين تنظيميه تلتزم بالمقاربه الشموليه وباشراك الجميع في الحوار، وهو ما اشرت اليه من تقديم بدات بعض المنتديات وبعض هيئات المجتمع المدني في تقديم المقترحات حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. يعني هنا شرط الأخت بأن الجهة الشرقية في الجهة الشرقية مهمشة، شحال عندنا من جمعية في الجهة الشرقية؟ يعني الجهة الشرقية تزخر بعدد هائل من الجمعيات في المجتمع المدني، فلو أن كل جمعية استطاعت تجربتها، يعني في هذا الحال هذا منتدى الزهراء أشرت فقط للجمعيتين المتعلمة، والحال أن كان جمعيات هي تنشط في المفاهيم. إذا هذا الحوار بقدر ما هو تقييم لما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ما أن يعني مسار الأشخاص، هذه مسألة عادية. يعني كان ممكن حتى الصحافة كل مرة يتحدثوا على شخص، يعني مسار ديال المرأة، أو والحمد لله النساء ديال الجهة الشرقية كلهم نشيطات في ميدان العمل الجمعوي وفي الميدان السياسي وفي جميع الميادين، وما كيختلفوش كثير عن النساء في المغرب. يعني بحال اللي في الجنوب ولا في الشمال صوروا انه بالنسبه للمراه الصحراويه احنا لما قدمنا اللائحه الوطنيه ما كانش عندنا شي مراه من الجنوب، كانت الدار البيضاء والرباط وجنا، يعني ما كانش عندنا شي مسائل اللي هي. انا كنشوف بان الاخت هنا مربطها دائما بشيء يذكر بطريقه باش المراه، يعني فين كاين واحد التقصير ديال الاحزاب، لان هو بالنسبه للاداه الحزبيه ليس هو الحصول على اكبر عدد من المنخرطين، ولكن هو تغطير هؤلاء المنخرطين وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب، لانه هو نستقطب سيدات وما نعطيهمش ادوار. هنا لما نكون في الامانه الجهويه، يعني كان عندنا فعاليات، كانت فعاليات نسويه، ولكن ما قدرتش انني نتمكن انني نستوعب كل هذه الطاقات اللي كانت محيطه، انني اما ما كانش عندي الوقت الكافي باش انني نستوعبهم، لان في الحقيقه عندنا طاقات وعندنا فعاليات وعندنا نساء في المستوى. واذا هنا مطلوب بالنسبه للدستور كينص عليها، لان الاحزاب مطالبين بتغطير المواطن، يعني هذا هو الواجب عليهم. اما بالنسبه للطعن والقدح واستعمال القصف الكلامي والهجوم على الحزب على المجلس الوطني لحقوق الانسان، فهذا ما كاعتبره خزي وعار، فان المجلس الوطني لحقوق الانسان هو مؤسسه دستوريه ويقوم بدوره وانجز تقارير، وحتى العالم يعني شهدوا بهذا، والتقرير ديال البيان ديال القصر الملكي شهدوا بذلك. لذلك حنا باش الاحزاب، كل كاين الاحزاب اللي هي عتيده، كاين الاحزاب اللي هي جديده، كاين الاحزاب اللي هكذا، ويجب بحال اللي قلت القبول بالاخر. يعني هذه المساله ديال لو كونسنسوس التوافق قبول بالاخر، هذه هي اللي يمكن غادي. انا دائما اقول ان هذا يعني العنف اللفظي والقصف الكلامي والتراشق بالكلام اللي منصفه يعني بالعرض لن تفيد في شيء. وعلى القضيه الوطنيه، تحدثت عن النصر الذي احرزه المغرب اللي هو تراجع المجلس الامن عن مقترح توسيع صلاحيات مينوسو تشمل كذلك حقوق الانسان، وتحدثت ايضا عن الشق الثاني الذي هو تقويض الجبهه الداخليه سواء في الاقاليم الجنوبيه او في المغرب، وعلى اساسها احترام حقوق الانسان. اذا الحضور الكريم، انا لا بد ان اشير الى شيء، لما نتحدث في لجنه التشريع عن انتهاك الجسيمه لحقوق الانسان، ولما استفسرت عن الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان وجدت انها عنف لفظي مورس ضد ابنه من اميره حيدر في حفيره. ثانيا، طلب تاخير لمرتين في ملف محاكمه ابن زيد اعتبر خلق جسيم وانتهاك لحقوق الانسان.
الانسان. فهل لا بربكم هل اذا رفض طلب المحامي مولى لاداء الدفاع يعتبره ضرب لحقوق الدفاع وخرق لحقوق الدفاع؟ اذا جاء المحامي ربع للمتهم وطلب التقرير وهذا التقرير اعتبر خرق لحقوق الانسان، اذا كاين اسباب مرتبطه اللي نعلمها وانا اشرت هو لكل انا مسؤوله على القول يعني الكل يعلم انا لن يعني ما لن اسجد الا لله ولن اسجد للبشر، ولكن هذا القصف الكلامي وهذا العنف اللفظي وهذا التراشق وعدم احترام الاخر وعدم القبول بالاخر لن يؤدي الى اي نتيجه، وهذا حقد للاحزاب، يجب الانخراط في الاحزاب، لان هذا هو المجتمع الحضاري، لان الحل حق الواحد الفيلسوف، المهم هو ان نبذل لنتحرر وليس المهم ان نثني اعمارنا في البحث عن وجود الضريبه. لذلك للاخوان الانخراط في الاحزاب هذه مساله ديال المواطنه اللي كتفرض الا كان شي تقصير في التاطير راه كاين اعلام، تصوروا انهم اللي مشاو الوفود البرلمانيه البرلمان الاوروبي يعني كل شيء باتجاه يسير انه كاين اعلام اللي هو سلطه، هذا الاعلام اذا كان الحزب اي حزب تقاعس عن القيام او الوفاء بالتزاماته كاين الاعلام كاين المواطنين، ولكن الضرب في الاحزاب وفي المجلس الوطني لحقوق انا اعتبرها لان المجلس الوطني لحقوق الانسان يقوم بواحد الادوار مهمه هو مؤسسه دستوريه والمؤسسه الدستوريه كلها كيتكفلها وراه هذا القذف اللي هو يعتبر يعني مجاني انا من اساسي هو هو. شكرا. لا حقوق الانسان مع العلم ان حقوق المواطن هنا في مدينه وجدان تهيكات وحتى واحد ما كانش تدخل لا اتاسف ان شاء الله. مع العلم ان حقوق الانسان المواطن باش ما نمشيوش سؤال حول الحقوق الانسانيه للاشخاص ذويات الاعاقه. لقد سرق المغرب على اتفاقيه حقوق ضمن الاعاقه والبروتوكول الاختياري ونشرت في جريده رسميه بالوقت نص الدستور على حظر ومكافحه كل اشكال التمييز ومنها الاعاقه، لكننا نلاحظ غياب وثائق رسميه حول ماذا تملك الاشخاص من التمتع بحقوقهم الاساسيه مثل الولوج الى التعليم والتكوين والتاهيل واعاده التاهيل والشغل والصحه والتغطيه الاجتماعيه. ما هي الاجراءات التي تقومونها اتخاذها من اجل تطبيق ما ينص عليه الدستور بخصوص هؤلاء الاشخاص والى اين وصلت خطه العمل على وضع سياسه وطنيه دامجه اكليز؟ يعني احنا كنفهموا هذا لا بالنسبه احنا ما دام تهمنا بعدم احترام المغرب حقوق الانسان المعاقين كيشكل اللاجئين حتى هاد المهاجرين الصحراويين حتى هما خصنا نشوفوا يعني نحاولوا اننا نكونوا في الساحه نكونوا مع الحدث. اذا احنا ما كاينش حتى شي تقصير بالنسبه للمعاق، بالعكس عندنا حتى شكايات بالنسبه للمعاقات ديال الاغتصاب، عندنا بالنسبه للمشاكل ديال الاعاقه بالنسبه للكارت بانكير ما كيعطيوهمش، بالنسبه حتى للشيكي كارني تشيك الناس اللي تسلموا وظائف. اذا احنا رحنا كنحاولنا غير مع الاسف احنا كنوضعوا واحد العدد هائل من الاسئله وبعض الاحيان الحكومه ما كتجاوبناش، اذا هذه المسؤوليه ديال الحكومه.